احتفل المهجرون العراقيون في الأردن وللمرة الثالثة على التوالي بالأعياد الفصحية المجيدة من خلال إحيائهم للصلوات والقداديس الإلهية في كنيستي الكلدان الكاثوليك ومار أفرام للسريان الأرثوذكس بعمان. وقد ألقى رؤساء الكنائس بهذه المناسبات العظات الدينية مستشهدين بتعاليم ورسالة السيد المسيح وما تحمله من معان عظيمة تدعو إلى المحبة والسلام. وأكد رؤساء الكنائس في عظاتهم أن عيد الفصح لهذا العام قد صادف وسط آلام وأحزان باتت من يوميات المهجرين بسبب ما تعرضوا له من الإرهاب الذي لا زال يعصف في المنطقة العربية بصورة عامة والعراق بشكل خاص. وفي كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس بعمان ترأس الأب عمانوئيل البنا راعي الكنيسة قداساً إلهياً بمناسبة أحد الشعانين بمشاركة عدد كبير من الإخوة العراقيين الذين رفعوا الدعاء في صلواتهم أن يلطف الرب بحالهم ويخفف من معاناتهم وهم يواجهون غربة عن وطنهم وبعداً عن أهلهم وعائلاتهم. وفي كنيسة القديس يوحنا ديلا سال فرير احتفل أيضاً الإخوة العراقيون بصلاة الجمعة العظيمة التي ترأسها الأب زيد حبابة راعي الكنيسة الكلدانية بعمان، حيث أحيت جوقة الكنيسة القداسة بترانيم ومعزوفات دينية خاصة بالمناسبة، متمنين بهذه الأعياد المباركة أن يحفظ الله الأردن وقيادته الهاشمية التي أتاحت لهم الإقامة في هذا البلد المضياف، مؤكدين أن الاحتفال بالمناسبات المجيدة هي فرصة يتجدد فيها الصفاء والمودة والتسامح في قلوب الجميع. وفي ختام الصلوات والقداديس تبادل المحتفلون العراقيون التهاني بهذه الأعياد المجيدة متمنين لبعضهم بعضاً وللعالم أجمع أعياداً مباركة مليئة بالحب والخير والبركة، راجين الله أن ينهي معاناتهم ويعيدهم لأوطانهم، وقد تحقق الأمن والسلام في ربوع العراق الشقيق.